اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الاهلي والمحتوى اللي موجود عبر السوشيال ميديا. نروح بسرعه نبدا مع بعض نشوف ترند الاهلي. اول حاجه معانا الصفحه الرسميه ليلا كوره على الفيسبوك، نشروا بيتسو موسيماني يعود الى القاهره الخميس استعدادا طبعا لقياده تدريبات الاهلي قبل مواجهه الترجي ان شاء الله. الفريق ان شاء الله هيرجع من الاجازه بكره الخميس ان شاء الله وهيبدا الاستعداد لمباراه الترجي التونسي. طيب الحساب الرسمي للاهرام بيتكلم على ان بيتسو موسيماني بيستدعي 6 لاعبين من الاجازه للتدريب استعدادا للترجي. بنتكلم على كهربا، جونيور اجاييه، محمود وحيد، احمد نبيل كوكا، مروان محسن، محمد محمود. هي الفكره في حد ذاتها ان بعض اللاعبين ما كانوش بيشاركوا بشكل اساسي الفتره الاخيره فمحتاجين زياده معدل اللياقه البدنيه. زي ما انتم شايفين على الشاشه اهو الصوره، محمود كهربا النهارده على حسابه الرسمي على الانستجرام نشر صوره للاعبين اللي قرر بيتسو موسيماني ان هم يبداوا التدريبات قبل ما الفريق الجماعي يبدا يتدرب خلال الفتره اللي جايه عشان الوحدات التدريبيه والقياسات تكون متساويه لكل اللعيبه قبل السفر الى تونس لمواجهه الترجي التونسي. طيب نروح كمان للحساب الرسمي للمصري اليوم الرياضي على تويتر، بيتكلموا على ان بيتسو موسيماني بيطلب تجهيز جونيور اجاييه لتعويض غياب أفشة امام الترجي التونسي. لسه بدري قوي على الكلام في هذا الموضوع، أفشة يوميا حالته بتتحسن والخيارات الفنيه اللي هيشتغل عليها موسيماني الفتره الجايه محدش لسه عارف، لان الفريق كان في اجازه ولسه ما اتدربش. ففكره ان خلاص عرفوا الراجل بيفكر في ايه وهيحضر مين ويجهز مين بدري قوي، لان لسه قدامنا بنتكلم في حوالي 9 أيام هيكون فيها تدريبات ولسه تدريبات في تونس. فهنشوف في ناصر ماهر، في جونيور اجاييه، أفشة ممكن يبدا اساسي، خيارات الفنيه عديده ومش عايزين نكشف كل الاوراق لان بالتاكيد الجانب التونسي بيتابع وعارف كل حاجه عن فريق الاهلي. طيب الحساب الرسمي لمبتدا على تويتر اتكلموا على تعديل جديد في خط دفاع الاهلي امام الترجي التونسي. بيتكلموا على ان بعد عوده علي معلول وهيكون بيقود الجبهه اليسرى كظهير ايسر، هيعود من جديد ايمن اشرف يلعب في مركز قلب الدفاع بجوار بدر بانون. برضه فكره اللي احنا نتكلم كتير قوي في التفاصيل الفنيه بقت اوفر قوي على فكره في المواقع الرياضيه المصريه، لان انا بتابع كل المواقع حتى في افريقيا او خارج افريقيا، التفاصيل الفنيه دي بتبقى شيء يخص الجهاز الفني محدش بيتكلم فيها. الناس بتتكلم في قضايا، الناس بتتكلم في اخبار متعلقه مثلا بقضايا رسميه سواء في اتحادات قاريه او حتى حضور جماهيري او انشاءات ملاعب او تحضير بطولات، لكن الدخول في التفاصيل الفنيه ده جزء مهم جدا وجزء اصيل من حق الجهاز الفني، فالكلام فيه كتير بيبقى ضرره اكتر من فايدته. طيب نروح بقى للحساب الرسمي للكاف وعامل مقارنات رائعه جدا ما بين لاعب الاهلي والترجي خلال الفتره الاخيره. امبارح استعرضنا طبعا فريق بن مصطفى مع محمد الشناوي واستعرضنا محمد هاني مع حمدي النجاز، النهارده عاملين مقارنه ما بين الياس شتي الظهير الايسر للترجي مع ايمن اشرف، من يتالق ويساعد فريقه في التاهل الى نهائي دوري ابطال افريقيا. طيب عدد المباريات، ايمن اشرف لعب 7 مباريات، الياس شتي 6 مباريات. عدد دقائق اللعب، ايمن اشرف 517 دقيقه، الياس شتي 452 دقيقه. قطع الكرات، ايمن اشرف متالق في هذه الجزئيه، قطع الكرات 10 مرات مقابل 3 لالياس شتي. استخلاص الكره ايضا، ايمن اشرف متفوق ب6 مقابل الياس شتي 4. البلوك اللي هو بيبقى بيتصدر الكوره او بيقطع الكوره بحيث ان هي ما تعديش، ايمن اشرف 0 هنا، الياس شتي كره واحده. التدخلات على الكرة، أيمن أشرف من أكتر لعيبة بيعمل تدخلات على الكرة، 14 تدخل على الكرة، عشان كده حتى بتلاحظوا ممكن يكون في إنذارات كتيرة لأيمن أشرف في الفترات الأخيرة. الياس شتي 5 تدخلات على الكرة. طيب نشوف مقارنة أخرى، المقارنة المرة دي ما بين بدر بانون مع عبد القادر بدران، 2 قلبي دفاع، بدر مع الأهلي وعبد القادر بدران مع الترجي التونسي. طيب بدر بانون وعبد القادر بدران لعبوا زي بعض 8 مباريات، دقايق اللعب بدر بانون لعب 807، عبد القادر بدران 722. قطع الكرات، بدر بيتفوق فيها، قطع كرات 9 مرات مقابل بدر عبد القادر بدران 7 مرات. استخلاص الكره، بدر بانون 19، عبد القادر بدران 33. البلوك، بدر بانون 4، عبد القادر بدران 5. التدخلات على الكره، بدر بانون 6، عبد القادر بدران 8. وده يعني يكشف لنا ان عبد القادر بدران احد اميز لاعبي خط دفاع فريق الترجي التونسي نتيجه الاحصائيات الرسميه اللي في مباريات العديده اللي شارك فيها 8 مباريات في دوري ابطال افريقيا. طيب اخرج الى فاصل، وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم وبالتاكيد لسه عندنا تفاصيل بخصوص مباراه الترجي والاهلي في دوري الابطال.